هندرب العيال على الصيام. ده مهم، ما هو الصيام برضو ما هوش خط لزق كده، مش يلا انت دلوقتي هتصوم. لا، ده هو في اخطاء شائعه متعلقه لو صح التعبير بالتدريب على صيام شهر رمضان المبارك. يعني يقول لك ايه، خلي العيال تلعب وتتنطط علشان تنسى الصيام. يا نهار ابيض، لا يعني انت بتبوظ له معدلات السكر في الدم، يعني بتعمل كارثه. خلي بالك ده مش داخل له طاقه كافيه، يعني الطاقه اللي موجوده عنده تمكنه من اداء المهام اليوميه، مش بتمكنه من انه يقعد يهلك نفسه من صباحيه ربنا عشان ما ياخدش باله النصايح. يعني مفيش حاجه اسمها كده. يلعب رياضه وارد، بس مش لدرجه ان انا ايه اخده ابقى قاعد عمال بلففه في ساقيه يعني. نام يا حبيبي علشان ما تحسش بالجوع وبالعطش. نام يا حبيبي عشان ما تحسش بالجوع والعطش. ايه ده بقى؟ طيب، ممارسة التمارين الرياضية وقت الصيام، انا من الناس اللي كنت اشوف انه ده عادي، يعني ما يجراش حاجة لو هنلعب رياضة لمدة مثلا ساعة. وبعدين طلعوا بعد كده بيقولنا لا، ما ينفعش. هنا لازم نرجع فورا لمين؟ لأهل الاختصاص، يعني أهل العلم. معانا على التليفون الدكتور محمد عز، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الجهاز الهضمي والكبد بكلية الطب جامعة المنصورة. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور محمد، يعني ما ينفعش العيال تلعب رياضة ولو ساعة كده في النهار؟ إيه والله، هو الطفل المفروض يلعب، بس هو في لعب وفي لعب. احنا طبعا ضد اللعب اللي هو العنيف، اللعب اللي بيبقى فيه اجهاد كتير، اللي بيبقى فيه عرق كتير، وخاصه اللي هو لعب تحت الشمس المباشره، كل الحاجات دي اللي بتعمل اجهاد شديد جدا للطفل. في معلومه بسيطه، ان جسم الطفل كميه الميه اللي فيه اكتر من كميه الميه الموجوده في الانسان البالغ، وبالتالي فقد الميه عنده اسرع، وبالتالي الطفل معرض لاجهاد شديد لو اتعرض لضغط شديد من الرياضه العنيفه. لذلك لا ينصح اطلاقا ان الطفل يتعرض لاي نوع من الاجهاد البدني القوي في خلال فتره الصيام. وطبعا زي ما حضرتك قلت ما يتعرضش للشمس بشكل مباشر تحت اي ظرف من الظروف. لا طبعا، يعني طبعا التعرض للشمس هيؤدي لعرق كتير، هيؤدي لفقد ميه وفقد املاح، وبالتالي بيبقى معرض اكثر ان يحصل حاجه لا قدر الله زي ضربه الشمس، ودي حاجه طبعا يعني مش كويسه خالص، في خاصه لو الطفل صايم. طيب، مساله مثلا خش نام يا حبيبي واستريح عشان ما تحسش بالجوع والعطش. هو لازم نركز على نقطه مهمه، هو الطفل احنا عايزينه يصوم ليه؟ احنا عايزين الطفل يصوم على اساس ان هو يبدا يتربى نفسيا ويتربى اجتماعيا ويحس بمعنى التقوى ومعنى التعاطف ويحس بالناس الفقراء. ففي قيم ومبادئ لازم الطفل يبدا يتجهز ليها، ودوت التجهيز النفسي اللي احنا بنجهز الطفل قبليه. وبالتالي انت لو خليت الطفل ان هو ينام طول الوقت، هو مش هيحس بمعنى الصيام اطلاقا، هو نام وصحى الفطار وفطر، فهو ما حسش بالمعنى المفروض ان هو يتدرب عليه، اللي احنا حريصين ان هو يتربى عليها كقيم اجتماعيه وقيم دينيه وقيم نفسيه، فطبعا هيفقد المعنى تماما، فطبعا لا يستحب هذا الممارسة. أعتقد أن هي حاجة يعني مش كويسة خالص. لا طيب، تعالوا العبوا، مش هقدر أقول بقى يلا بلاي ستيشن وخلاص، افتح له بلاي ستيشن خليه إيه يضيع فيها، يعني إيه عشان اليوم يجري. هي نفس المعنى، يعني هو الفكرة حضرتك إن إحنا لازم نقسم اليوم بتاع الطفل، وده هيبقى من الذكاء الشديد من الأهل. يعني احنا لازم اولا زي ما قلت لحضرتك ان هو احنا في معاني معينه ان احنا نبدا نجهزه نفسيا، ان احنا داخلين على شهر فضيل، ودي نعمه كبيره من ربنا ان وصلنا لهذا الشهر، وهو فرصه ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي خلال هذه الفتره لازم ان احنا نقسم جهودنا، يعني اذا كان مثلا وقت دراسه فهو في وقت للمذاكره، وبعد كده في وقت للعب اللي اتفقنا، الالعاب البسيطه الهاديه، وفي بعض النشاطات اللي هي ممكن تكون على شكل تواصل اجتماعي، على شكل الاتصال بالاهل، على شكل صله الرحم، على شكل ان هو يشارك الام او الاب في الاعداد ان هي مثلا هتخرج تشتري حاجه يخرج يساعدها، ان هو مثلا لو بنت تقدر تساعد والدتها في المطبخ. انا قصدي ان هي نقدر نرجع تاني للحياه الاجتماعيه الجميله اللي احنا اصبحنا مفتقدينها. فرمضان هيبقى فرصه قويه جدا ان احنا نقوي هذه الصفات ونزرع الصفات الطيبه في الاطفال،
فكثره ان هو يضيع وقت في البلاي ستيشن او كده، لا طبعا فقدنا المعنى اطلاقا يعني. انا مش قادر افهم بلاي ستيشن ايه اللي فرق. يعني بلاي ستيشن مش حرام يعني، بس في حاجه يعني مثلا لا انا لا مش حرام. ما مش حرام طبعا، بس يعني شيء غريب. يعني انا اتذكر جيدا جدا وادين بالفضل في ذلك لامي دايما، امي كانت في رمضان تجيب لنا مثلا قصص الانبياء، القصص القراني، علماء الاسلام، حاجات كده يعني اللي هو ايه، اقعدوا سلوا نفسكم. احيانا تانية يلا بينا نعمل زينه رمضان، كلام من ده يعني. هي فرصه جميله جدا صراحه، يعني زي ما حضرتك عارف احنا الحياه بقت سريعه والايقاع سريع، فرمضان فرصه فعلا ان احنا الاسره تجتمع، يعني ممكن فعلا الاسره طول السنه ما بيقعدوش مع بعض على غداء او فطار او عشاء، انما دوت يعني خلاص هو الامر هيقتضي ان هم يقعدوا على الفطار مع بعض، ففرصه ان هم يبداوا يشوفوا بعض ويبداوا يتكلموا مع بعض ويبداوا يحكوا مع بعض، ففرصه ان نعيد الرابط الاجتماعي اللي احنا بدانا نفتقده بشكل كبير جدا في حياتنا، ودوت بيساعد كتير جدا الاطفال يطلعوا نفسيا اسوياء. يعني الاطفال دلوقتي لما احنا نسيبهم بلاي ستيشن والنت والانترنت والالعاب والحاجات دي كلها، هم بيستقوا ثقافتهم من هذه المجال، انما مفيش مجال للقاء المباشر مع الاهل. لذلك انا اعتقد ان هو فرصه كويسه جدا ان احنا نبدا نلتقي تاني ونبدا نجتمع مع بعض ونقوي الصلات الاجتماعيه والنفسيه عند الاطفال يعني، وربنا يتقبل مننا جميعا هذه العباده ان شاء الله. يا رب يا دكتور، وسعيد جدا بسماع صوت حضرتك. رمضان كريم عليك وعلى العائله الكريمه وعلى كل الدنيا يا رب. كل الشكر دكتور محمد عز، استاذ طب الاطفال ورئيس وحده الجهاز الهضمي والكبد بكليه الطب جامعه المنصوره.